السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ مطبخ شري. النهاردة هنعمل مع بعض حلى تركي سهل وسريع ومكوناته ولا اسهل. بلتر حليب وكوباية دقيق هنطلع العظمة دي. سراسر سرمصي او لقمة الباشا التركية، وخلونا سريعا نبدأ الوصفة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه بقى عشان نعمل لقبه الباشا التركيه دي، هنجيب ايه؟ صاج بتاع الفرن او صينيه كبيره او اي حاجه، لازم تكون كبيره لان احنا هنستخدم لتر حليب. ونبدا ان احنا نوزع جوز الهند المبشور بالطريقه دي، هنوزعه في الصاج كله او في الصينيه كلها. والطبقه هنا بتاعه الجوز الهند لازم تبقى سميكه. ليه بقى لازم تبقى سميكه؟ لان احنا لسه هنحط عليها الطبقه الثانيه، فلازم تبقى متماسكه. ممكن في حاجه اختياريه ان احنا نحطها الاول قبل جوز الهند، ان احنا نمسح القلب بتاعنا بزبده، ودي حاجه اختياريه. هنركن بقى الصاج بتاعنا على جنب ونبدا نعمل الطبقه الثانيه. كوبايه من الدقيق دي 250 جرام، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. وتلات ارباع كوبايه من السكر، والناس اللي بتحب الحاجه مسكره قوي تخليها كوبايه من السكر، هي كده السكر مظبوط. ولتر من الحليب السايل، مش هنستخدم حاجة اكتر من كده في الطبقة التانية، غير حاجتين هنحطهم في الاخر. هنقلبهم على البرد الاول علشان مش عايزين في الدقيق اي تكتلات. هنقلبهم على البرد، ولازم نقلبهم على البرد زي ما انا بقولكو كده قبل ما نحطهم على النار. بعد ما نقلبهم كويس ونتأكد ان مفيش اي تكتلات من الدقيق، نرفعهم على النار وتبقى النار متوسطة. ادنا بقى في الخليط ده على طول. النار هنا زي ما انا بقول لكم الاول هتكون متوسطه، مش هنكون معلين النار. الحليب اللي انا استخدمته كنت مستخدماه من الثلاجه، ولو مستخدماه بدرجه حراره المطبخ عادي. بعد كده الخليط هنا اول ما تقل نزلت عليه بمكعب من الزبده، وهنقلبه كده مع بعضه. ولسه الخليط مش بالقوام اللي انا عايزاه قوي، اول ما يوصل للقوام اللي انا عاوز اللي انا محتاجاه هيبقى شبه خليط الكيك كده، لازم ينزل خط كده من المضرب اليدوي. تمام، هنحط اخر حاجه الفانيليا. كده القوام بالنسبه لي مظبوط جدا. اخر حاجه هنحطها ونطفي النار الفانيليا، علشان اللي حطيناها من الاول هتمرر. هنديهم بقى تقليبه سريعه، وننزل ناخد بقى الخليط ده وننزل بيه على طبقه جوز الهند المبشوره اللي احنا حطيناها في الصينيه. علشان كده احنا بدانا الفيديو وعملنا طبقه جوز الهند الاول ووزعناها في الصينيه، علشان ما ناخدش وقت على ما نفردها في الصاج بتاعنا او في الصينيه، هيكون الطبقه اللي احنا عملناها بالحليب دي تقلت اكتر. ممكن تنزلوها لما تهدى شويه، وممكن تستخدموها كده على طول، مش هيبقى في فرق. هننزل كل الخليط اللي احنا عملناه في الصاج بتاعنا او في الصينيه او في القالب اللي احنا مستخدمينه، وهنبدا نوزعه كده بالسباتولا. نخلي بقى ايدنا خفيفه في المرحله دي، علشان طبقه جوز الهند اللي تحت دي ما تطلعش معاكي في السباتولا. حاول ان انا ما اسرعش، يعني ما اقصش من الفيديو كتير عشان اوريكي الطريقه المظبوطه. خلي بالك من التكايه دي، هنمشي في الراحه قوي بالسباتولا او بسن السباتولا كده، وهنمشيها علشان طبقة جوز الهند زي ما انا قلت لكم كده ما تطلعش معاكوا فوق. وبعد ما وزعناه كويس كده هنسيبه يعني يطلع السخونيه اللي فيه بره في المطبخ، وبعد كده هندخله التلاجة لمده ساعه على الاقل قبل ما نعمل طبق رقم 3. طبق رقم 3 عباره عن الكريم شانتيه. استخدمت هنا علبه من الكريم شانتيه العلالي، فيها باكيتين من الكريم شانتيه. استخدمت هنا الباكيتين كلهم، بس كانوا كتير قوي على الوصفه، فانا يعني ارجح لكم انكم تستخدموا باكيت واحد بس من الكريم شانتيه. تمام، هنا انا استخدمت الاثنين زي ما انا قلت لكم. هننزل عليهم زي ما مكتوب على العلبه، لكل باكيت من الكريم شانتيه 125 ملي من الحليب البارد، وهنديهم ضربه كده من 3 ل 4 دقائق. طب هنا انا استخدمت الاثنين باكيت، فاستخدمت 250 جرام من اللبن البارد اللي هو نفس الكوبايه اللي انا استخدمتها في الدقيق وفي السكر. هنزلهم على طول على الكريم شانتي، وبعد كده هبدا ان انا اضربهم لحد ما نوصل للقوام اللي احنا بنحبه المعروف في الكريم شانتي.
وهنا قبل ما اشغل المضرب اديت لهم تقليبه كده بايدي عشان ما تعملش شبوره وتبوظ الدنيا. بعد كده نشغل بقى المضرب الكهرباء لمده من 3 ل 4 دقايق لحد ما نوصل لقوام الكريم شانتيه. هو ده بقى القوام المظبوط، الكريم شانتيه بينزل من المضرب بكل سهوله ما بيقعش من الطبق. هنجيب بقى الاسباتولا ونلم كل الحاجات اللي في الجناب دي ونركنه على جنب ونبدا نجيب الصينيه بتاعتنا من التلاجة. وكده شكل الصينيه بعد مرور ساعه، هي كده الطبقه متماسكه بنسبه 70%. هنبدا نوزع عليها الكريم شانتيه. طبقه الكريم شانتيه هنا بقى ركزوا معايا، لازم تكون رفيعه ما تكونش سميكه، لازم تكون اخف من الطبقه اللي تحتها علشان لما نيجي نلف في الاخر لقمه الباشا دي الكريم شانتيه ما يبوظش كده من الجناب. هنوزعه كده برضو بطرف الاسباتيولا زي ما عملنا برضو في الطريقه اللي قبلها، وهنوزعه على كل الصينيه. انا سرعت بس الفيديو علشان تشوفه، ما حبيتش ان انا اقصه كده. خلاص بعد ما وزعت الكريم شانتيه قبل ما ادخله التلاجة، دي حاجة اختيارية، ممكن ترشي بقى هنا فستق او سوداني مجروش او لوز. انا استخدمت هنا لوز مجروش، ضربته في الكبة ضربة يعني مش ناعمة قوي. هوزعه كده، بعد كده هحط زبيب ومش هكتر من الزبيب لان مش كله بيحبه. وبعد كده يكون ده الشكل النهائي للصينية بتاعتنا قبل ما ندخلها التلاجة تاني. هندخلها بقى في التلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات. تمام، قبل ما ادخلها التلاجة هبدأ ان انا اجيب المقصوصة بتاعتي او السكينة اللي انا اشيل بيها، اللي هي السكينة الشبه بتاعت البسبوسة دي اللي انا هلف بيها لقمة الباشا التركي. بعمل كده بالمقاس بتاع المقصوصة بتاعتي علشان لما اجي اشيل بيها ما تكونش الحتة اللي انا هشيل بيها كبيرة او صغيرة او هتبوظ منك. كنت مستعجلة هنا، مكانش ينفع خالص ان انا اعمل الخطوة دي دلوقتي، بس بجد كانت خطيرة يعني، كانت مغرية قوي ان انا ادوقها. حبيت ان انا اوريها لكم، فانا طبعا ما انصحكوش خالص انكم تجربوا الحركة دي قبل ما تجمد من ال4 ساعات. تمام، دي كده بعد ما عملت كل الكلام اللي فات ده لازم تتحط في التلاجة لمدة 4 ساعات. زي انتهى كده الاول برضو بشوية لوز مبشور، بصوا كريمة كريمة طعمها خطير. هاخدهم كلهم بالطبق اللي انا باكل منه ده وحطهم في التلاجة لمدة 4 ساعات. بعد مرور 4 ساعات بقى ده على الاقل، لو عايزين تبيتوها اكتر من كده مفيش مشكلة. بصوا بقى هتتلف معايا ازاي بكل سهولة وسلاسة، هتقدروا انكم تتحكموا فيها وانتوا بتقلبوها، مش هتعذبكم طبعا زي ما كانت الطبق رقم 2 كانت سايبه خالص لما انا كنت سايباها وبعمل الكريم شانتيه وبزينها. بصوا من الجنب بقى علشان نشيلها، مش هنشيلها بالطريقه دي، بصوا من الجنب كده بتقوم رافعين على طول وحاطين في الطبق. خدوا التكات مني على طول عشان تبقى سهله معاكم. بس كده هنحطها في الطبق بالمنظر الجميل ده، وبرده هنزينها كده برده بشويه من اللوز المجروش. ودوقوا بقى احلى لقمه باشا تركيه، بجد يعني كانت تايهه عننا فين دي من زمان. روعه، تاكلوها كده تلاقوا حاجه كده بتدوب في البق كده وجميله. ومن سهولتها ممكن تقفلوا الفيديو دلوقتي وتقوموا تعملوها على طول، سهله وسريعه وما بتاخدش وقت. فعمايلها هي بس بتتحط في التلاجة كتير عشان تمسك نفسها، لكن هي ممكن تتاكل من قبلها طالما مش هتقدموها للضيوف. وبجد طعمها جامد، عظمة فوق العظمة، بتستحق التجربة. معلش لو انا طولت عليكم الفيديو شوية، بس عشان اقدر ان انا افيدكم بكل التكات والملاحظات اللي كانت عندي في الفيديو علشان ما تفشلش منكم او يعني تحسوا كده بذعر وانتوا بتجربوها لاول مرة. تنسوش تنزلوا تحت الفيديو وتعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل الوصفات الجديدة اللي انا بعملها. وما تنسوش تكتب لي رأيكم في الكومنتات، ولو في اي وصفة عايزين نعملها على القناة اكتبوها لي في الكومنتات، هعملها معاكم ان شاء الله في فيديو منفصل. تنسوش تجربوا لقمة الباشا التركية او سراء سرمسي بالطريقة والتكات اللي انا قلتلكوا عليها في الفيديو. ربنا يحسن ما بين ايديكم، اشوفكم في فيديوهات كتير قريب، بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.